محمد ابراهيم والهاشتاج جايب اسئله كتيره. لكن قبل الفاصل سالتك ايهاب جلال كان بيعاملك ازاي في الزمالك، ولما جه المقصه اتقابلته ازاي؟ لا كابتن كابتن ايهاب طبعا انا يعني مش اللي هتكلم عليه، هو تاريخه في التدريب بيتكلم عليه. تمام. في الزمالك الحمد لله اول ما جيت اتكلم معايا كويس جدا، وهو كابتن ايهاب في ميزه اللي هو هادي قوي، فبيوصل لك المعلومه ببساطه كويس، وفي نفس الوقت بيخليك ما انتش متوتر، بتبقى ايه بتطلع كل اللي عندك وانت بتتمرن او انت بتلعب وانت بتعمل اي حاجه. فدي في حد ذاتها ميزه حلوه قوي، ودي هتفيد المخصه. قاعد معاك في المخصه؟ اه لا اتكلم معايا في التمرين، وامبارح لما كان في اجتماع اتكلم معايا بس واتكلم معايا في التمرين بس. متفائل جدا. وهو متفائل ان شاء الله؟ لا متفائل جدا، هو دايما متفائل.